السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بالمحد العالي لتقنية المياه والكهرباء، بيعلن عن فتح باب القبول في برنامج توظيف مبتدئ بالتدريب بعدة مزايا. أعلن المحد العالي لتقنية المياه والكهرباء عبر حساباته الرسمية عن برنامج توظيف مبتدئ بالتدريب، حيث يستقبل المحد أول دفعة نساء في مجال تحلية المياه. برنامج ابتعاث داخلي يشمل رواتب مجزية ومميزات أخرى، وإن شاء الله هتتعلم إزاي طريقة التقديم في المعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء المبتدئ بالتوظيف. واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. مسمى البرنامج برنامج توظيف مبتدئ بالتدريب، يهدف البرنامج إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل على تخصصات نادرة ومتاحة لدى منشآت القطاع الخاص مثل شركة إنيجي، وعلى أن يكون التدريب في أحد الجهات التدريبية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهن. يقدم المعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء حلول تدريبية عالية الجودة مخصصة حسب احتياج سوق العمل والشراكة الراعية. جميع المتدربين يتم توظيفهم من قبل الشركة الراعية في القطاع الخاص وتسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اليوم الأول للتدريب، وكذلك إلحاقهم بالعمل المباشر بعد الانتهاء من المعهد. مميزات البرنامج: هذا هو البرنامج، إن شاء الله هنتعلم طريقة التقديم. 70% تدريب عملي، 30% تدريب نظري، توقيع عقد عمل من أول يوم في التدريب. هذه مميزات البرنامج. تفاصيل البرنامج: مقر التدريب ابتعاث داخلي مدينة رابغ. مدة البرنامج سنتان، الفئة المستهدفة خريج الدبلوم، التخصص الوظيفي حسب الترشيح والقبول في المقابلات الشخصية. العمل في المناطق التالية: الجبيل وينبع. شروط التسجيل: خاص بالنساء، أن تكون متقدمة سعودية الجنسية، غير مدعومة من صندوق الموارد البشرية، غير مسجلة بالتأمينات الاجتماعية. معدلات التخرج تتراوح ما بين 3 إلى 4. مستوى الإنجليزي متقدم والتحدث بطلاقة، خالي من الأمراض المزمنة. روح القيادة: مهارات ممتازة في إدارة الوقت وتنظيمه. شروط الترشيح: اجتياز المقابلة الشخصية، اجتياز الاختبار اللغة الإنجليزية، اجتياز الفحص الطبي. التقديم متاح من اليوم الأربعاء تاريخ 26/1/1444 الموافق بالميلاد 24/8/2022، واستمر التقديم على الوظائف حتى يوم الخميس بتاريخ 3/3/1444 الموافق 29/9/2022. طريقة التقديم: من خلال الموقع الرسمي. زي ما قلنا، تدخل على الموقع الرسمي للمعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء، سوف تجد البرنامج ومواصفاته ومميزات البرنامج. طبعا تدريب مبتدئ بتوظيف، هنا تقوم بكتابة الاسم ورقم الهوية والإيميل الخاص بك ورقم الجوال والعمر والجنس وتاريخ الميلاد بالهجري الا يتعدى 28 سنة من العمر، المدينة التي تسكن فيها، ثم اختيارها، ثم بعد ذلك الجنس، البرنامج مخصص للإناث حاليا، سنة تاريخ الميلاد، المدينة التي تسكن بها، هل لديك من التعيين خارج مدينتك؟ هل أنت سجلت بالتأمينات الاجتماعية؟ من الشروط ألا يكون مسجل بالتأمينات الاجتماعية. هل سبق وتم دعمك من صندوق الموارد البشرية؟ من الشروط ألا تكون حصلت على دعم من صندوق الموارد البشرية. المؤهل العلمي: لا يقبل تخصص علوم شرعية أو المسار الأدبي في هذا البرنامج. ثم تضغط على التالي وتكمل باقي الصفحات، معلومات أساسية بسيطة، وبذلك تكون قد قدمت في البرنامج الخاص بالمعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.